صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه. عاملين ايه؟ والله رجعت لهوايتي القديمه اللي هي انا بدخل على الصفحات اقلب كده شويه شمال ويمين واشوف اي حاجه اقدر اعلق عليها، سواء حاجه نازله في الصفحات دي او تعليقات بعض الناس. وطبعا لقيت صندوق الاسرار كله مليان بخرى الحمار. انتوا عارفين، بس كويس الناس دي عندها متابعين كتير جدا، نشاط كتير جدا، وحاجات حلوة كتير جدا. لكن للأسف إن كل المتابعات اللي عندهم، كل الناس اللي عندهم، هم من نوعية الناس اللي واحدة عايزة ماستر عنيف وواحد عايز كلبة. فالحمد لله ان انا عامل قوانين عندي ومنظف القرف ده كله من عندي علشان يبقى مكان آمن لأي شخص محتاج يفهم معلومة نظيفة يفهم بيها نفسه وتنفعه في المستقبل. النهاردة بقى لقيت حاجة كده، يعني قلت نناقش فيها موضوع بسيط خالص، فيديو قصير خالص يعني الى حد ما. شخص كاتب السادية، والله انا نسيت كاتب ايه، استنى كده. طب انا شفت المكتوب ورجعت تاني عشان كنت نسيته. بيقول السادية وهم بيحرمك من المتعة الحقيقية، وحاطط صورة لاب وام ومسكين طفل. طيب انا طبعا لو دخلت كتبت له يا ريت تشرح لنا وتيجي تتناقش معايا هي وهم في ايه وازاي بتحرمك من المتعة الحقيقية، وايه هي مفهوم او ايه هو مفهوم المتعة الحقيقية من وجهة نظر. طبعا مش هيجي يتكلم ولا هيرد عليه، فانا اختصرت الطريق على نفسي لاني عارف الرد بتاع الناس دي، وقلت اجي اعمل لكم الفيديو واعتبر ان هو رد وارد عليه. اعتقد انا من فترة عملت فيديو بيتكلم عن العلاقة الاسرية، علاقة الاب والام والأسرة في البيت بالعلاقة، علاقة بي اس. مش فاكر الفيديو كان فين بالظبط، لكن تقدروا تروحوا تراجعوا الفيديوهات وهتعرفوا الفيديو كان موجود فين. لو جينا بصينا كده على الشخص اللي كاتب الكلام ده هتلاقي اسمه دكتور نساء، ده اسم الحساب بتاعه، وده طبعا ان ده اللي فيدل على ان ده شخصية من الشخصيات اياها اللي احنا عارفينها. هنحاول النهاردة نعمل فيديو من غير الفاظ. فطبعا الشخصيات دي هتقول لك سادية ايه وبتاع ايه وقوانين ايه وعقاب ايه وبتاع ايه. لا احنا عايزين نخلص على طول، نخش في الموضوع على طول اللي هو ايه، الجنس. طبعا مفيش انفصال في الكلام ده، اللي هو الجنس فقط، اللي هو احتواء، عايز اخدها طول النهار في حضنه، هو ده الاحتواء بالنسبة لهم، ياخد البيت دون نار يعصرها في حضنه. ده طبعا تعرفوا ان هم عندهم ولع شديد جدا بالشيء الجنسي كأنهم مراهقين. وللأسف هتلاقي الناس دي كلها عندها في العشرينات وفي الثلاثينات وفي الاربعينات وفي الخمسينات كمان. انا مر عليا كتير ناس كبيرة للأسف بتتكلم بنفس الطريقة. طيب فايه الشيء اللي يخلي الشخص ده يقول ان السادية من وجهة نظر، طبعا اسمها سادية، السادية دي وهلا انه اصلا ما يعرفش يعني ايه سادية، مجرد ان هو شاف افلام جنسية فالفكرة اللي بتيجي في دماغه انا البت قدامي عريانة من كتر طبعا الافلام الجنسية اللي بيشوفها، الافلام الاباحية، انا البت قدامي عريانة، انا لسه هضرب ولسه عاقب ولسه مش عارف هربط ولسه مش عارف هعمل ايه. لا ده انا خلاص مع نفسي هو عايز يخش في الموضوع على طول. طيب انت مالكش علاقه بالساديه على يعني المسمى اللي انت سميته، هي تسمى بيجي اسال، انا ما بسماش الساديه لان زي ما قلت قبل كده الساديه كلمه ساديه جزء في بيجي اسال يرمز له بحرف الاس، واس كمان يرمز له يرمز لكلمه سبميسيف، ما علينا يعني. فانت شخص عندك ولع بشيء بالجنس لانك يعني عندك مراهقة زيادة في عقلك، مش عارف تتحكم في نفسك الى حد ما، حتى مش قادر تتحكم على الاقل في الكلام اللي انت بتلفظه من فمك او من صوابعك من التنة، فبتطلع على الناس باي كلام. اختصار الكلام، هل الممارسات بجي اس ام اللي هم بيسموها السادية بتأثر على العلاقة الأسرية العادية جدا، او ممارسات بجي اس ام او بي دي اس ام هو وهم فقط لا الا؟ الإجابة لا، أو الإجابة أنا قلتها كتير جدا في فيديوهات كتير فاتت. بي دي اس ام حاجة معروفة جدا طبيا، وحاجة معمول عليها أبحاث كتير جدا، وحاجة معروفة ملهاش علاقة بالوهم وملهاش علاقة بإن الشخص يهمل الأسرة عنده. لا بالعكس، الشيء ده لما يطلع في مكانه الصحيح بالعكس بيخلي الأسرة مستقيمة نفسيا، زي ما وريتكم أبحاث اتعملت
واثبتت ان الاشخاص اللي بيمارسوا بي دي اس ام يعني عندهم ميول بي دي اس ام هم شخص اقل عرضه بكتير عن غيرهم انهم يجي لهم اكتئاب او يجي لهم افكار انتحاريه واشياء من هذا القبيل طبعا عن اي شخص عادي. فالكلام ده يثبت ايه اختصارا لكل الهري اللي هيتقال؟ الكلام ده يثبت ايه اللي قالته الابحاث العلميه؟ يثبت ان بي دي اس ام مش وهم. بي دي اس ام لا يؤثر على العلاقه الاسريه، بالعكس بيأثر عليها بالإيجاب جدا، لأن شخصين بيكونوا إيجابيين مرتاحين متقبلين بعض جدا، بيعملوا كل شيء هم بيحبوا مع بعض، راضين عن بعض جدا. فأنت كشخص ملكش قيمة، ملكش حتى فكرة كويسة في المجتمع، هتيجي تقول تنعت شيء بحاجة لمجرد إنك شخص عندك ولع جنسي مش عارف تفرغه بأي طريقة، فبتفرغه بلسانك وبصابعك اللي بتكتب بيها، تيجي تقول كلام زي ده، فأنت شخص مش فاهم فقط لا إلا. وللأسف الناس دي بتمشي وراها كتير، وعلشان كده الدنيا معاكم. بص حبيت كده عامل فيديو على السريع.